بنختم المعسكر اخر يوم النهارده، المباراه الوديه مع فريق فاركو احد فرق الدوري الممتاز به. طبعا لو عملنا شكل ملخص للمعسكر، طبعا مستر كارتيرون كان حريص ان هو نصطحب حوالي 35 لاعب معانا، بحيث ان احنا نشوف كمان مجموعه الشباب اللي هم مواليد 97 مواليد 98، بالاضافه طبعا لكل اللاعبين باستثناء اللاعبين الدوليين، ولحق بينا طبعا باكاماني من جنوب افريقيا. المعسكر طبعا كان مفيد، مستر كارتيرون اتعرف طبعا على كل العناصر اللي هي الشباب من القطاع عندنا، وبالاضافه طبعا لبعض العناصر هو مش حافظها من اول مره، عارف لعيبه كتيره جدا من لما كان ماسك وادي دجله وهو متابع للكره المصريه، فعارف طبعا عناصر كتيره. عايز اقول ان المعسكر كان مفيد، قدرنا ان احنا نشتغل بدنيا، انت عارف فتره اعداد وريحنا حوالي 16 يوم، فكانت فتره مفيده جدا. اشتغلنا ايام صبح وبعد دور، وايام تانية كان فيها فتره واحده حسب طبعا البرنامج اللي حطه مستر كارتيرون. دي مرحله طبعا كانت مرحله مهمه جدا ان احنا نجمع الناس في معسكر مغلق، وفي نفس الوقت كمان ان هو يتعرف على اللعيبه ينقل لهم فكره، وده حصل بشكل يعني كويس. في نفس الوقت طبعا يعني انهينا المعسكر النهارده، هنبدا مرحله جايه ان شاء الله بثلاث ايام او اربع ايام هيبقى تدريبات مفتوحه، ثم بعد ذلك ننتقل ان شاء الله للمعسكر اللي هو بعتبره المرحله الثانيه من الاعداد لمباراه تاون شيب يوم 17 يوليو، وده هيبقى مهم جدا في مباراتين يعني مستوى قوي تقدر تستفيد بيهم بشكل اقوى، وعندنا ايضا مباراه وديه ان شاء الله قبل ما نسافر في القاهره. فده بشكل اجمالي الاستعداد لمباراه تاون شيب، هدفنا مهم جدا طبعا في المباراه، انت عارف الموقف موقفنا في المجموعه، ومحتاجين طبعا الماتشين بتوع تاون شيب سواء اللي هنا او اللي بره ان شاء الله نبقى موفقين فيهم ان شاء الله. استفاده كبيره، اولا انت اشتغلنا الثمان ايام اللي فاتوا على شغل بالنسبه للراجل، سواء شغل تكتيكي او حاله بدنيه برضو بالشغل البدني، فبالتالي انت بتشوف النهارده مؤشر وصلت لايه، دي حاجه. تاني حاجه كمان مستر كارتيرون اتعرف على اللعيبه بقى من حيث المباريات، لان خلي بالك احنا بنشتغل في تدريبات غير المباريات الوديه غير المباريات الرسميه، دي ثلاث مراحل كل مرحله فيهم مختلفه عن الاخرى، فمهم جدا ان هو يشوفها المباريات الوديه. فالنهارده طبعا احنا استفدنا، يعني اللعيبه بتلعب زي ما انت بتقول، بيلعبوا بروح جديه قويه جدا، روح عاليه جدا، وده سمه النادي الاهلي. النادي الاهلي ما عندوش حاجه اسمها مباراه وديه او مباراه رسميه، دايما بياخد المباراه طالما بتلعب مباراه لازم باسم النادي الاهلي، فمطالب ان انت تبذل فيها اقصى مجهود ليك واقصى تركيز ليك. فالنهارده استفدنا من المباراه كنهايه اسبوع في فتره اعداد، وانا شايف ان استفدنا منها بشكل كبير. في مجموعه كبيره جدا لعبت تحت ضغط الحمل البدني اللي احنا واخدينه في اول اسبوع، ورغم ذلك ادوا بشكل كويس. هو كان حريص النهارده ان المجموعه تاخد 45 دقيقه الاولى ومجموعه تاخد 45 دقيقه الثانيه، وده كان مخطط ليه، لكن ادوا بشكل كويس. يعني مؤمن كان التحق مؤخرا، يعني جه بعد يومين من المعسكر، ففضل مستر كارتيرون ان هو ما يبقاش موجود. باكاماني لسه جاي برضه نتيجه الاجازه اللي كان واخدها من الجهاز السابق في بعد انتهاء الموسم، فبرضه مستر كارتيرون فضل ان هو يشتغل يكمل البرنامج بتاعه البدني، بس في ما عدا ذلك كله موجود. طبعا في النهايه انت بتعمل فرقتين، اكيد في عناصر زياده لان احنا ازيد من 20 لاعب، فبالتالي لابد ان هيبقى في اولويات في الاختيارات يعني، بس عندك ان شاء الله لاعبين دوليين ينضموا لينا ونكمل ان شاء الله. طبعا طبعا مستر كارتيرون برضو كان حريص ان هو يدي اللاعبين راحه دوليه بقى لهم فتره طويله وما ريحوش، انتهى الموسم دخلوا على طول في الاعداد للمنتخب، وبالتالي اعطاهم، وان شاء الله هيجولنا عليهم خمسه ان شاء الله في المعسكر ان شاء الله. الحمد لله يعني ان شاء الله يتم على خير، انجزنا منه 80% او 90% من استعداداته، لكن تم تجهيزه وانجازه في وقت قليل بالنسبه لترتيب معسكر. يعني مش هنعلن عنهم دلوقتي، لكن في مباراه يوم 5 ومباراه يوم 9 ان شاء الله يكون الدوليين لحقوا معانا في المباراه الثانيه. والمعسكر كمان يعني عايز اقول ان هو في استفاده قويه، لانه هيبقى برده في برنامج صباحي ومسائي في استكمال للشغل اللي اتعمل. نتمنى ان شاء الله ان احنا منه لما نرجع نكون
يعني في وضع مثالي بالنسبه لي. يوم 17 ده مهم جدا بالنسبه لنا، ان يوم 17 تبقى انت في احسن حاله ليك، سواء لعيبه المنتخب او لعيبه الاهلي او اللعيبه اللي معانا في المعسكر. احنا في النهايه هنخش بتيم، التيم ده لازم يكون في احسن حاله ليه بدنيا وفنيا ونفسيا وكل من كل الجوانب يعني.